senso. O partigiano. O barbarbira. O barbarciao. 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 Ciao ciao. Baklawaz. Baklawaz. Baklawa. Wa wa. O balciao. 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 Ciao ciao. يا اخي طول بالك معلم، حتى القناع نفسه ماشي في دوه نفسه يا اخي. شفت واحد تاني اقسم بالله شو عم يصير هون معلم حبيبي والله، شو لك شو لك واحد بعد معلم شو عم يصير حبيبي والله، حتى القناع يا زلمه القناع مو نفسه تبع هذا نفسه بل ذاك البلنشاو معلم جبنا. المهم حبايبنا الكرام كيفكم، شو الاخبار بخير يا اخي طول بالك يا اخي، حبينا نعمل شيء جديد بس هناك مضبط معنا. المهم حبايبنا كيفكم، ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا حبيبي. ما انتم شايفين يا حبايبنا عندنا نزل اليوم حد يا اخي، هذا المتجر ما فهمت شيء منه يعني عن جد ما بعرف. المهم حبايبي الكرام قبل ما نبدا المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسوا باللايكات والشير والبارتاج بلا شيء الاسطوري حبايبنا. اوكي جيلو نوتو، اعتمدنا لكم بهالمقدمه التعبانه يا شباب. المهم جاب يعني حبينا نحط شويه قناع على حتى القناع نفسه تبع اللي حبينا نجيب ما خلاص. المهم حبيبي والله هي ركز يا اساطير. اوكي شباب هون عندنا حدث صراحه يا شباب، اول مره بينزل متر مثل متجر هاكر هيك او هالمجال حبيبي والله ماني مصحصح بالله. اوكي هون معلم لازم نختار هذا السكن مثل ما انتم شايفين البروفيسور الجديد شباب، يعني ارمي معلم ارمي ما ارمي بنفس الوقت تمانو. وبنفس الوقت شباب في هون عندنا بجواز اضافيه، هون عندنا الصناديق للرقصه الجديده يعني معلم فرج ارمي خلاص معلم شوف ذهب وفلوس وكل شيء معلم. كمان وحده خلينا نشوف، لا 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 هيك معلم اشي باللوز فرج حبيبي والله ركز على البروفايل. اوكي شباب خلينا من هون التالي شباب نضغط على هون نضغط نعمل التالي. اوكي طبعا شباب الجوائز الموجوده هون معلم الموجوده تمام، طبعا اكيد يا شباب اكيد يعني اذا نزل هذا السكين ما راح نختار وش هذول يا معلم حبيبي والله. اوكي خلينا نختار هذا يا اساطير. اوكي وهذا كمان طبعا نفس الشيء شباب، هون عندنا هذا الصناديق. اوكي نعمل تالي تاكيد يب تعال يمكن تغيير قائمه الجواب مجرد تاكيدها. خلاص معلم خلاص معلم بدنا ناخذ روح تاكيد. اوكي اولي حبيبي والله. طبعا هون الشباب عم بيعطينا اشياء وعم بيفرجينا انه شو ممكونه مملوكه هذول ايام زمان شباب تذكرتوهم. اوكي خلينا نجي نلف هون معلم، نعمل لف لنشوف الوضع معلم كيف الوضع. اوكي بيضه كالعاده حظي بيض معلم. اوكي هون عم بيطلع والله اولي جبت صندوق شباب، صار عندي صناديق خليه على جنب معلم، نشوف هذا الصندوق على جنب شباب، على جنب نشوفه معلم، خلينا نشوف الباقي. ان شاء الله يطلع يا اخي عنا يا زلمة عنا يا ولو عنا يا اخي عنا يا اعطينا شيء جديد يا زلمة. نفس الشيء لا حول الله، بدنا شيء هذا هو يسعد دينك معلم. جبت ابو السكين شباب حبيبي والله، لا السكين احسن ايه حسب السكين معلم باللوز. طبعا شباب اللفة الأخيرة شوفوا اللف الاخير شباب على شيء صندوق. وهون يا شباب ركزوا معي كيف، هون يا حبايبي يعني 20 صندوق كم بيعملوا هون بالمتجر هون طلع طب وقف يا اخي، يا اخي عم بيعطيني تخفيض مباشره هذا شو حبيبي والله الربيع يا شباب اللوز بالسكين. اوكي عليك اليوم شباب هالفتره لوز. اوكي هاي تخيل خزني حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين. من بعد شو وين نروح؟ نجي لهون عند الباقه يا اخي، لازم نفتح جده قبل السكين معلم. فرج يا زلمه فرج، شو هيك شو هيك معلم يا اخي، شوف هون بالجيبه معلم بالحذاء حبيبي والله يا سلام عليك. اوكي هيك جبنا السكين اول شيء شباب، ولكن شباب في شيء كثير مهم كمان اللي هي الرقصه شباب. اوكي خلينا ندخل على الخزنه نشوف تمام الصناديق هي شباب. اوكي نحاول نفتح هذول اثنين شو بتشوف. اوكي طلعنا هذول معلم تمام توكن حدث الحصري حدث حسن. طبعا شباب لنحصل هذا التوكن معلم اكيد ندخل على شيء متجر تمام، ندخل على المتجر هو موجود الاسترداد معلم، الاسترداد منه مو معلم. هاي نيجي لهون اوكي تمام، ومن بعد معلم استرداد وينه هذا وينه يا اخي وين الصناديق يا شباب، طولوا بالكم اكيد في مكان ادخل على مكان الصناديق. وين الصناديق معلم؟ طولوا بالك معلم. اوكي هون شكله هون، لا هذا طول بالك الصناديق هذا هو ليك يا اخي ليك يا شباب. شباب عم بصير معك نفس الشيء معي شباب، هذا هو بتدخل على الصناديق هون عندكم نقطه الاستبدال، وهون تقدر تستبدل الوضع معلم لديك 5%. اوكي خلينا نشتري شباب 10 صناديق تمام، نعمل تخفيض خلينا نشتري طول بالك معلم، ما بدنا نشتري كثير معلم عشان انه ممكن يعني حبيبي والله يطلع لنا معلم تطلع لنا رخصه يعني فهمت، خلينا نشتري 20 صندوق تمام باللوز. روح افتح هيك مباشره معلم
كم صار عنا؟ 83. اوكي باقي شوي باقي شوي باقي شوي، خلينا نفتح كمان معلم شوي. تمام مشكلة. يلا خلينا نفتح شغلة 10. مشكلة شاب هيك احداث، ركزوا معي كيف حبايبنا هيك احداث شاب هيك. يعني الاستبدال شو هذا؟ الماضي بتقد خدمات بتكون شو حبيبي والله. اوكي نفتح العشر العشرين مع دول. طولوا بالكم شباب، طولوا بالكم طولوا بالكم. اوكي نرجع للاستبدال. طبعا شباب اكيد راح ينزل، تذكروا يوم زمان كم يوم زمان كان في توكن نفس الشيء شباب هيك عشان نستبدل الرقصات وما رقصات. فهمت عليك ليك شباب؟ ممكن يكون عندي شوي زياده ما في مشكله، بس ممكن ينزل احداث شباب نستبدلهم عادي شباب. فهمت عليك؟ لانه احداث لقصه فامبال ما خلصت معلم، بس عادة موجوده جاي. اوكي جبنا بالرقصه يا ستير. هات 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 جيبها بالرقصه معلم، جيبه جيبه. وينه؟ وين الرقصه؟ وينه 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 معلمات؟ لا شوف طولوا بالك نبدلها بشي مكان. خلينا نحط هاي مبدئيا تبعت الرقصه الفاير باس. هات لشوف هات لشوف وين الكياس معلم، جيب. ايش هو ايش هو معلم؟ شو هذا حد معلم؟ شو هذا؟ لك يا اخي والله طلع مع يا اخي ما كلامي صح يا اخي، حتى القناع مو نفس القناع شباب، تخربطت في القناع. المهم شباب يلا مش الحال، خلينا نطلع على التدريب شباب نشوف السكين نشوف شو وضعه معلم. ليتس جو روح. يا سلام عليك يا سلام عليك معلم، شويده 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 صراحه يا شباب. يا اخي يا اخي السكين شباب يعني احنا من قبل يعني محبه لنفس الوقت شباب نحب المسلسل اللي قاعد بابيل شباب، لما نشوف هيك سكين شباب يعني واحد يعني حبيبي والله بلوس روح. خلينا نشوف يا اخي. طول بالك طول بالك طول بالك طول شباب. طبعا شباب امبارح كنت لايف ستريم اوكي، ما قدرت افتح البث شباب، رجع افتح البث لكنه كان مثل ما قلت لكم البث كان في شويه ظروف حبيبي والله ما قدرت اكمل البث امبارح. اوكي يا ساتير اوكي هذا نجي معنا. شو هذا شو هذا شو هذا شو هذا يا ده معلم جاي خردخني يا زي ما الصبح اقسم بالله. طولي بالك معنا خلينا نشوف السكين باللعب كيف شكله الدنيا صباح. خلينا نشوف الرقصه 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 باللعبه كيف راح تكون شكلها. اوكي لا تقتل لا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي ايه اكس ام 8 يا الله خرب بيت سنتك. خلينا نشوف الرقصه شباب. طولي بالك نجي هون معلم، ما في حدا وين هاي؟ لا هاي اوكي روح. ايش هو شو يا اخي؟ شيء اسطوري اقسم بالله شباب، شيء يعني ما بعرف شو بداخلكم حبيبي والله. خلينا شباب ندخل نطلع حبايب نشوف السكين شباب. بعرف كثير منكم شباب تحبوا تشوفوا كمان عناصر السكين يعني عنصر عنصر فهمتوا علي كيف. خلينا ندخل لهون هذا الشعارات شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا. طبعا اذا قول لي ايش بالشعارات الحاضنه يا شباب اللي نزلت حبيبي والله. طول بالك بلوز اوكي. القناع شباب هذا هو القناع اب شوارب القناع معلم شوارب معلم شو اللي صار عندنا هون؟ الشوارب تبعت لك تبعت الفاير باس والقناع حبيبي والله. عندنا هون التشيكات يا حبايبي مثل ما انتم شايفين. اوكي هذا البنطال طبعا حط شيء 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 مشان يبين بس البنطال معكم بنطال شباب يعني بفهم معلم رصاصات وما رصاصات شيء مرتب حبيبي والله. بالنسبه للتشيكات شباب نحط شيء سكين خفيف هذا هو التشيكات حبايبنا باللوز. نعمل هيك نعمل هيك. الحذاء معلم حذاء والله شباب توقعت انه ميك توقعت يكون كبير بس ولكن شباب الصراحه مو الحذاء يعني مو الشيء الواو الكبير يعني فهمت علي كيف؟ يعني بالنسبه لشباب نقدر نحط مثلا شيء حذاء ثاني معلم يعني يطلع هون معلم باللوز. اوكي طول بالك يا اخي انا قاعد عم بحكي شباب والكاميرا هون ما عم بتشوفوا معلم حبيبي والله. تعال هون هذا الحذاء شباب ركزوا معي كيف وينه؟ هذا هو شباب الحذاء تاك مثل ما توقعت شباب يعني مثل ما قلت يعني مثل فكرت الحذاء مو متوقعت فكرت يعني الحذاء ممكن يكون كبير فهمت علي بس ولكن شباب الصراحه يعني اتس اوكي ماشي حاله. خليني افرجيكم شباب الشيء الثاني مشان افرجيكم يمكن ما شفتوه. هذا هو شباب حبيت افرجيكم هي اوكي باللوز معلم حبيبي والله تمام التمام. يا اخي والله شباب مو نفس القناع شباب تخربطت صدمه كبيره صارت معي شباب. يا اخي معلك يا اخي شباب صدقوني انه فكرت انه كان في تخربطت. اوكي المهم شباب حبيت اوصل لكم الفكره معلم. المهم ما شاء الله وصلت حبايبنا. سو ليديز اند جنتلمان هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم مقطع، لا تنسونا بزر اللايك والمشاركه ايش انشر الفيديو معلم، ابعث لاصحابك معلم خليه يشوفوا القناع على القليل يا حبيبي والله. اوكي سو بشوفكم على خير، بشوفكم يوم سعيد، بشوفكم يوم جديد، لا بشوفكم مع من السلام عليكم.